العالم الجديد الذي نعيش فيه، ما الذي يحمله كل يوم من تحولات وإلى أين يسير بنا؟ مدرسة ثانوية في مدينة جنيف السويسرية احتضنت ورشة عمل لأساتذة ثانويات في العديد من المواد حول برنامج تشات جي بي تي، أداة الذكاء الاصطناعي التي تحظى بإعجاب متزايد بين صفوف التلاميذ في سويسرا ومختلف أنحاء العالم. إنه مذهل، بهذه العبارة وصف الأستاذ إيريك فانونسيني أستاذ اللغة الإنجليزية والفلسفة الذي يرأس هذه الورشة لمساعدة زملائه على إيجاد طريقة يتعامل بها مع أداة الذكاء الاصطناعي هذه. بهذه العبارة إذن وصف نصا أثناء عرضه على شاشة كبيرة داخل أحد صفوف المدرسة قائلا إن برنامج تشات جي بي تي ينطوي على خطر الإخلال بجانب من جوانب القطاع التعليمي ندركه على نحو معين يؤدي إلى طرح عدد كبير من الأسئلة، إذ يشعر الأساتذة بالعجز أمام أسلوب الغش الجديد، ويبدي المشاركون 140 في ورشة العمل رغبة في تعلم كيفية التصدي للروبوت الذي يمكنه أن يولد أي نص يطلب منه، وتستطيع مختلف الفئات استخدامه منذ أن أطلقته شركة أوبن إي آي التي تتخذ من كاليفورنيا مقارا لها مجانا في شهر نوفمبر الماضي، وهو قادر على إنشاء نصوص وإعلانات في ثوان. وتنتشر حاليا روايات كثيرة تتمحور على استخدامه الخفي نوعا ما من الطلاب، إذ بات التلاميذ على دراية بقدرة البرنامج الهائلة، ما دفع أحد الأساتذة إلى القول بأنه شعر بخيبة أمل كبيرة عندما أدرك أن التقدم الذي أحرزه تلاميذته لا يعود فقط إلى جهوده التعليمية. وطلب إيريك فانونسيني وهو يقف في القاعة المظلمة من تشات جي بي تي أن يعرف بنفسه، ليظهر بعد ثوان قليلة على الشاشة نص قصير مكتوب بشكل جيد وغني بالمعلومات وخال من الأخطاء الإملائية. النتيجة مدهشة، لكن هذه الأداة ليست عاصية عن ارتكاب الأخطاء، فهي قادرة على إنشاء نصوص تعطي طباعا وكأنها من تأليف بشر، لأنها في الواقع مجرد أداة قوية جدا للتنبؤ بالنصوص، لم تبتكر لتؤكد صحة المعلومات بل لتوليد كل ما يحتمل إنشاؤه، إذ يمكن للشخص أن يطرح سؤالا يستند إلى فرضية خاطئة ليتلقى إجابة قد تبدو منطقية لكنها غير صحيحة مطلقا. وهنا يقول مشارك في الورشة وهو أستاذ مادة المحاسبة في أحد المدارس الثانوية إن تشات جي بي تي يشكل وسيلة لرصد الغشاشين، ويمكن ذلك من خلال طرح سؤال يبدو معقولا لكنه يحمل في الواقع خطأ، ثم معرفة ما إذا كان التلاميذ سيستخدمون هذه الأداة دون أن ينتبهوا إلى أن السؤال غير صحيح. لما قال أستاذ يدرس مادة الإلكترونيات: لست خائفا من هذه التقنية، مع أن الجميع يستخدمون حاليا الآلات الحاسبة، إلا أننا لا نزال ندرس الرياضيات في المدارس. السؤال الخاطئ الذي طرحه منسق الورشة وأثار ضحكات الحاضرين في القاعة: كيف يمكننا جمع بيض البقرة؟ وأتت إجابة البرنامج كالآتي باقتراحه على الأستاذ وضع قفازات تجنب لالتقاط أي بكتيريا، ثم توفيره نصائح بشأن العثور على عش بقرة يكون مصنوعا في العادة من تبن أو قش.